فمشاهدينا ننتقل إلى جولة الصحافة، حيث ناقشت الصحف موضوع الهدنة السورية والمحادثات المرتقبة في أستانا عاصمة كازاخستان التي دعت إليها تركيا وروسيا بعدما أعلنت فصائل من المعارضة السورية عن تجميد مشاركتها بسبب انتهاك حكومة النظام لاتفاق وقف إطلاق النار. من ناحية أخرى، شغلت اعتداءات تركيا الصحف وتساءل بعضهم فيما إذا كانت تركيا تدفع ثمن وقوفها لجانب سوريا أو لأنها النموذج الناجح الوحيد في المنطقة. جولة الصحافة، أهلا بكم. البداية مشاهدينا من صحيفة القدس العربي والتي عنونت هدنة سوريا تمر بمرحلة حرجة وطهران تستبعد انسحاب حزب الله. يمر اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي أبرم برعاية روسية تركية بمرحلة حرجة، ففيما تواصلت أمس الخروقات عقب تجميد أكثر من 10 فصائل سورية معارضة مشاركتها في أي محادثات سلام في أستانا، استبعدت طهران خروج حزب الله من الأراضي السورية وفقا لنص الاتفاق الذي يقضي بانسحاب الميليشيات الأجنبية. وتجددت الاشتباكات في منطقة وادي بردة بين قوات النظام ومقاتلين من حزب الله من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، وسط استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة. إلى الخبر الثاني، وفي العربي الجديد التي عنونت السعوديات ينزلن إلى الميدان، وتحدثت في خبرها عن ترسيخ الرياضة للبنات السعوديات بعدما منعت ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعشرات السنين. نقرأ في الخبر: في خطوة أولى لترسيخ الرياضة النسائية في المجتمع السعودي، كشفت نائبة وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي هيفاء الصباب عن توقيع الهيئة مؤخرا عدة اتفاقات مع جامعات سعودية بهدف إقرار برامج تدريبية لتخريج مدربات لياقة بدنية معتمدات، بالإضافة إلى فتح أندية رياضية في الجامعات لغير الطالبات. وستكون البداية مع جامعة الأميرة نورة في الرياض التي تملك ناديا رياضيا ضخما، قبل التوسع في فتح أندية الجامعات وأندية رياضية نسائية خاصة أيضا. وستدعم الهيئة التي تسن القوانين الشبابية في البلاد الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية في محاولة منها للخروج بالرياضة النسائية من حيز المنع. مشاهدينا، يعني السعوديات شاركنا في الألعاب الأولمبية في النسختين الأخيرتين، وإن كانت مشاركتهن شرفية لتجنب استبعاد الوفد السعودي من الأولمبيات. إلى صحيفة العرب التي كتبت: كونغرس بأغلبية جمهورية يمهد الطريق أمام عصر ترامب. يبدأ الكونغرس الأمريكي بقيادة الجمهوريين دورة جديدة، حيث يشرع في وضع خطط لتنفيذ أجندة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب وإلغاء برنامج أوباما كير، وتخفيف أيضا الضوابط المالية والبيئية في خطوات وصفها متابعون بضربة تشريعية لإدارة باراك أوباما المنتهية ولايته. وكان فوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ أدى إلى إحكام قبضتهم على كل الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ. هذا أمن أغلبية برلمانية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وبسيطرتهم على البيت الأبيض والسلطة التشريعية سيتمكن الجمهوريون مشاهدين من وقف إصلاحات الرئيس باراك أوباما، خصوصا الإصلاح المتعلق بالضمان الصحي في أمريكا والذي يسمى أوباما كير. نختتم الأخبار مع صحيفة الشرق الأوسط والتي كتبت في الشأن المصري: أثار مصر في خطر بسبب غياب الصيانة. تواجه مصر صعوبات في الحفاظ على أثارها التاريخية الضخمة بسبب نقص العائدة السياحية والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعيشها. وأصبحت وزارة الآثار تعتمد على تذاكر دخول المتاحف والمزارات السياحية والتاريخية مصدرا للدخل، وتحتاج الآثار المصرية إلى جهود صيانة متواصلة للحفاظ عليها، بدءا من أهرامات الجيزة الوحيدة بين عجائب الدنيا السبع التي ما زالت قائمة، إلى المعابد الفرعونية في صعيد مصر، ومرورا بالكنائس والمساجد الأثرية.
الآن مشاهدينا ننتقل بكم إلى جولة الكاريكاتير الصادر هذا الصباح.